د الجورزيانه اللي ملقب ببرشيفه. حنايا جايبين هنايا خاي حاليا من اجل لاخرت 2017 وحنايا هنايا في هذا المشروع هذا. جابتنا السلطه ليلو على حسب كنا في السوق د برشيفه، كنا تما كانين خدامين مزيانين مع راسنا. من نهار اللي جابونا هنا جابونا لهاد البنيه هذه مدوره بين ثلاثه المقابر وخلونا هنايا في السوق هذا ضايعين هنايا. طرقنا عده بيبان الولايه، مشينا دفعنا واحد العريضه للوزير الداخليه، واحد العريضه للبرلمان، وعريضه مؤخرا هادو عريضه فيها ألف الناس البرلمان، وعريضه للديوان الملكي. وحاليا راه كنتمناو خير ونطلبوا الله يعمل شي تاولد الخير. حنا راه ضايعين منذ 6 سنوات ونطلبوا الله يجيو يشوفوا لنا الحل، شي حل يكون عاجل، لان حنا راه 6 سنين وحنا هنايا في هذا المشروع هذا الفاشل. كنطلبوا الله ويجيو يشوفوا لنا الحل، الله يجازيهم بخير. وشكرا للقناه شوف تي في على التضامن ديالك، تضامن معنا هنا في هذه المحنه اللي كنعانيوها حاليا منذ 6 سنوات، وهذا الشيء ضرب بزاف علينا. كنطالبوا من المسؤولين وكنطالبوا من جلاله الملك الله ينصره بان هذا السوق الجورزيانه او ما يسمى بسوق بئر شفا فهو سوق غير صالح للتجاره بتاتا، لانه يتوقع موقعه في حي صغير جدا، وفي نفس الوقت الأحياء اللي دايرة بالسوق عبارة عن مقابر لا يمينا ولا شمالا. كل التنافسات ديال السوق فهي عبارة عن مقابر ديال الأموات. السوق هذا تفتح في الأواخر ديال 2017. السوق ما خدامش بالضبط، المشكل ديالو وهو الموقع اللي جا فيه. احنا ماشي عصبارنا، احنا راه كافحنا ونضلنا وحرفتنا شنو غنعملوا مع هذا السوق هذا. وهذا السوق اكتشفناه بانه لا علاقه له بالتجاره لا من قريب ولا من بعيد. اولا السوق كيحتوي على مجموعه من المقابر، وثانيا الساكنه هنا كاين حي واحد هو قدامنا ديال جورزيانا، ربما يكونوا فيه 200 دار. هاد 200 دار كنظن انا ما كافياناش من هاد السوق اللي فيه 750 محل. السلطه التجأنا للسلطه ودفعنا عده شكايات، وليومنا هذا حنا باقيين كنتسناو الجواب من عند السلطات المعنيه بالامر، وكنناشدوا جلاله الملك يشوف في هاد التجار وفي هاد الباعه المتجولين الذي اصبحوا عرضه للتهميش والتفقير اجباري. كاين 750 محل هنايا، شحال من المحلات مفتوحين، غيكون التوتال ديالهم ما بين الشطر الاول والثاني ما غيكونوش فايتين 100 محل بالشطر الاول والشطر الثاني، ما يتعداوش 100 محل. وهاد 100 محل اللي كتقيل فاتحه في هاد السوق ما كتديش القوت اليومي ديالها من هاد السوق هذا يوميا ولو بالمناسبات. غادي نقول لك حنا دابا من النهار اللي فتح هاد السوق في 2017 جينا لهنا على اساس باش غادي نخدموا، وعمرنا الحوانت ديالنا، ساهمنا بديك راس المال اللي كان عندنا واللي كنا جامعينه برشيفة، جينا ساهمنا به هنايا في هاد السوق ديال جورزيانا. الا هاد السوق ديال جورزيانا ما بغاش يخدم، حرفتنا عينا ما نعملوا معاه في المحاولات، عينا ما نقلبوا له على الحلول، وليومنا هذا ما لقينا له شي حل. هذا واحد السوق يعني جا بعيد على المجتمع، على السكينة، الناس كانوا فيه هما بحال مثلا دابا هذا المحل هذا مولاه راه خسر شي 50 مليون وشد ومشى بحاله، محل اخر راه هو فين هو عاود مولاه راه خاسر ومشى بحاله، محل ها هو فين هو خاسر مولاه ومشى بحاله، ها محل فين هو. حنا انت كتشوف الحوانت راهما مصلوحين معدلين مصاغبين، ولكن التجاره هنا شبه منعدمه. وانا ككاتبه نائبه كاتب العام في اتحاديه ديال المركب ومعنا مستشارين هنايا، كنحكيو قصه هذا المركب اللي جينا له باش نديروا فيه شي حاجه التجاره ونعيشوا وناكلوا لقمه العيش باحسن واخلاص، ولكن مع كامل الاسف لانه لا نتوفر على اي شيء. وجابوا وداروا ما عمرش مشاو في حالهم، كاين اللي دابا راه في السجون يعني اضطر انه يكون في السجن
بزاف الحاجه اللي تعرضوا لها التجار، والتجار هنا متضررين. السبب ديالو جابوه الموقع فاسد ما خدامش، يعني واش غادي يجيبوا واش الشفار من اللي كيجي يسرق؟ انا نقول لك كيمشي لبلاصه الاكتضاد ولا كيمشي لبلاصه اللي غتشوفني انت وانا؟ كنمشيو لبلاصه اللي فيها نضربوا البزاطه ونمشيو هانيين، ما ياكل لا دق. هنا لا جاي ياكل الدق ويموت. علاش؟ لان هنا ما كاين لا بيع لا شراء. انتم كتشوفوا كلشي مسدود، كلشي انتم كتشوفوا على عينكم، ماشي كنكذبوا عليكم. من 715 ما بالك ما كاين، جات واحد اللجنه عطاتو 15%. واش 15% هذا راه من المعدومين، من سوق المعدومين، المركب المعدومين. مادام هذا كان تدشين هذا خص يكون بلاصه راقيه اللي غتدخل البلاصه اللي فيها المدخول، كتستافد منه الدوله، كتستافد البلديه، كتستافد الغرفه، كتستافد التجاره، كتستافد الماليه، كتستافد الضرائب، كل شيء. هنا ما كاين لا استفاده لا نحن ولا هما. كنطلبوا حنا يردونا لبلايصنا، البلاصه ديالنا، ويطلبوا لنا يردونا لبلايصنا، لان حنا جينا هنا بحال اللي سرقونا وجابونا هنا. حنا ملي عطيناهم تمايا نزع الملكيه بان غنجلسوا في ذاك السوق ماشي نجيو لهنا، قالوا لنا التدشين غيكون هنا وترجعوا لبلاصتكم. سرقوا دسنوا هنا السوق، احنا لا بيع لا شراء. وحنا كنطلبوا السلطات يمدوا لنا يد المساعده، لان حنا كنديروا معاهم حوارات وكنتفاوضوا مع الطاولات، وكاين الرئيس ديال الفيدراليه ديالنا حتى هو كيقدم خدمات ديالو. تنطلبوا الله يجازيه بخير، كيجري كيعاوننا كنديروا. دابا حنا كاملين يد وحده، حنا كاملين ميتين، كاملين في حال في حال. انتم كتشوفوا ما عندنا لا باش نخلصوا الضريبه ولا نخلصوا الضو ولا نخلصوا غير ذلك. الحل الوحيد ديالنا هو يردونا لبلايصنا ويديروا معنا الحل. اما هنا راه الناس جالسين هنا كتشوفوا، والكمال على الله سبحانه وتعالى.